أصدقائي أنا معكم عود. جبتكم هنا من قبل، جبتكم هنا من قبل، يا ماشي جيت أنا مع أن جروب ديال الأصدقاء دي طنجيروا. كنا جينا في واحد الرحلة جماعية دي روتريتي، كنت متعوا بالبلاد بالرغم من هذاك اللي على بالكم اللي تكرفص علينا، زادنا في سنوات الخدمة، ياك زادنا في سنوات الخدمة وشنو آخر ما نسمحوا له، 9 شهور زدتي انت ظلما وعدوانا، رغم ان على حسب طبيعة العمل كاين العمل ديالو كيكون مرهق، راه ديك 9 شهور راه كتولي بحال 9 سنين، بحال اللي زدتي له 9 سنين. بوينو اميغوس، عين سردون في عز شتنبر الاسبوع الثاني، والمياه تبارك الله انتم كتشوفوها يعني بحال اللي كنقولوا داك المصطلح ديال الخيط من السماء. هنا متعة اللي بغى يجيب الأسرة ديالو، من الفوق كاينة ديك القلعة اللي كنا فيها البارحة، وملي جينا هنا كانت الدنيا عامرة، ما قدرناش نوصلو هنا، ما لقيناش فين باركي وفهذا، مشينا بحالنا دونك حتى لدابا. إذا سي إكسترا أوردينير، كتشوفوا تبارك الله هاد المياه والجو بارد، رغم ان درجة الحرارة اليوم في بني ملال سي 40 دوغري، 40 درجة. اذا المغرب فيه مناطق جافة، ولكن فيه مناطق اللي فيها اش من جهة، لا لو جروب فين مشى؟ انا غادي مع جينا اون فامي، يلاه مشيت باركيت حطيتهم مع الباب دونك جي لي شارش. من كنظن المنتزه رقم واحد في مدينة بني ملال، يمكن انا ما كنعرف شي بزاف لا وقعت، خليناه اخر مرة كان فيه مجموعة الاصلاحات وباقي انتم كتشوفوا كنظن الاماكن ديال غيكونوا ديبو دي سميتو واحد السقيفات بحال هادو ديال الحديد، دونك غادي يمشيو من هنايا واقيله دي كيوسك. مزيان صاحبي، داكشي خصو يكون اورغانيزي ويكون واحد المدخول بحال اللي قلنا، مجموعه الشباب كيربيو العضلات، برافو، احسن ما يكونوا هنا جالسين على الجوانات وداك الشيء اللي كيمشي. لا كيوسك هادو بور اون دوري انديتيرميني. هل باب الكيوسك هو الباب منين يدخل؟ منين يدخل؟ مزيان، احسن ما يخلوا العشوائيه. لا سي فري. داك الشيء عشوائي. يجي يبقى يبني. اذا سي بو، هما دونك هنا غادي يكونوا دي كيوسك. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ديال لي كيوسك. قول لي مالك كتحسبهم؟ لا باش ولاد البلاد يعرفوا، كاين اللي ربما ما يمكن ما كتحلوش فرصه انه يجي، ولا جا كيمشي من جهه خفيفه عارف فين هربوا هادو، عندهم تليفون عيطوا. اها عندك هتخلعوش. باه مع واحد الاب كيهدد ولدو بانه غيلوحو في الماء لا ماشي هكا، ما نخلعوش اصاحبي هاد الجيل ديالنا نربيوه مخلوع، بالعكس حط له الرجيلات ديالو في الماء بشويه وديك باه انا نيفيتيهم باش ما يبانوش. الصديق ديالي اللي جا معايا ها هو، كتسمعوا سيدي حسن هو هذا فريمون اون بيرسون كي ميريت اش غادي نقول، كل الاحترام والتقدير، انسان طيب خلوق متسامح قلب كبير
y nada más. Y algo más. Sí, nada más. Ah, oui. إذن لو كيوسك اللي هضرنا عليه هو هذا. بون ها الاخراج النهائي ديالو في هاد لا بانكارت. شتي هاد اش كتسمى هاد لي بلاك هادو شحال مهمين. ها هما غادي يعني مزيان سي بو. وهادوك صحابين الجيليات كريو دي بوست دو ترافاي ليغال ما يبقاش يديرونجيك. دابا واحد المجموعه في الباركينغ, واحد المجموعه غنسميهم مع كامل الاحترام ليهم كاشخاص, ولكن لديك الحرفه واحد جالس, واحد عباس طحش, واحد الكوردو ماشي مصطلح قدحي, لا غير وصفي, جالس وكان الفوق كان في الجهه ديال القصبه, وسبق وقعنا ماشي انا معاه ولكن مع اش كيتسمى داك السائق ديال الحافله السياحيه اللي السيد ما نزلش من نزلنا, قالنا عندكم واحد 10 دقائق تاخذوا بعض الصور ونمشيو, ما نزلش هو من السياره, شعل سيجاره بقى كيتسنانا باقي ما كمل السيجاره, يعني هالوقت شحال دوزنا تما, جا لعندو قال له 5 دقائق, لا يا ربي كنخاف نافونسي, نقولوا حنا غير 5 دراهم لانه هو بالنسبه له الفرغونيتا كبيره. هذا قال له دينا ما نزلتش من السياره, لا هذا وانا والكرا وحنا كاريين وهذا والرخصه, دخل معاه في شي حوايج وبعنف عنيف في الكلام ديالو. هذاك الشيفور تقلق قال له حيد لي من الطريق ولا غندهسك. ها حنا ولينا في بقينا مع داك الشيفور, المهم حتى تكالما شي واحد من هذا يمكن لحلو وي اي راه من الفوق دوت فاصون. البارح كنا الفوق عاود ان بتيت انسيدون مع هذاك اللي رانا عاودته في واحد لا فيديو, اش كيقولوا بلاتي شنو هادي انا راه كيبانوا لي غير هادو أصدق حسن او اللي تريش لقيت عمله ذهبيه او اللي تلباس عليا 10 سنتيم اش كيقولوا سابورت بونور هذيك هذه سابورت اعوذ بالله. بوينو نكمل لكم. هو في الحقيقه ما خصش واحد اللي ربما يخسر لك ليمور ديالك. انا على 5 دراهم بعد المرات والله العظيم فحال اللي كنلوحها, كنقول فحال اللي كنشري الراحة النفسية ديالي, ولكن الاحتجاج ديالي انا كنعبر عليه يعني واترافير هاد لي فيديو اللي هما اون ميم طون كندير بهم لا بروموسيون اي منطقة مشيت لها, وهذا هو لوبجيكتيف ديال هاد القناة وانا كنقولها. ما كيخلصني حد, ما كي جو تروف دو بليزير في انني نوصل واحد الصورة, اي اون ميم طون الا كانت شي حاجة ما عجبتنيش كنقولها. هادشي اروفوار, راه كاين اللي كيكرهك انك تمشي لمنطقة سياحية غير لو فات انه كتمشي يل تو ديرونج, كيبدا واحد ما نعرف العقد ديالو يجي خويا فيك ويخسر معاك الهضرة وانت اون فامي, وحنا المغاربة ما كنرضاوش. اوكي لي ريسبونسابل, انا شوي سور بان هاد لا فيديو في بني ملال غادي توصل لو ريسبونسابل. مزيان لي كيوسك دير العباد الله لي كرياسيون دو بوست دو ترافاي, انفيستي يا صاحبي, لوح شويه ديال لوح شويه ديال الفلوس باش يعطيوكم فلوس. هاد الماء يتكاناليزا يزيد مثلا يدوز في الجرادي ديال, لان حنا هنا في العلو والمدينه جات لتحت, كان كاناليزيو هاد الماء وديوه لي بروبر. ها هو كاين الارض كت هاد الارض من ذهب صاحبي, ها هو شاف شي حاجه قال لي اجي هذا جوفي فوار, قلت هاد الماء يتكاناليزا ويمشي للمدينه ويسقى لي جاردان تولي جنه ماشي غير لي بروجي. هادوك الناس اللي كيترشحوا ما
عند يكون عندك ان بروجي والمواطنين هادشي سي غراف اصاحبي هادشي. شوف على هاد الفونداليزم كرسي باقي ما زولوا له اللوح ها هو ديفيسي وتهرس علاش؟ هنا عندي جوج الملاحظات. المواطن اللي دار هادشي ليس بمواطن، هذا اللي لقاه انا ديك الرجل نهرسها له نقرضها له، فهمتي؟ كيما هو مارس العنف، العنف المضاد. مسألة ثانية، كاين الغش في هذا الشيء، لو كان سوليد يهرس رجله ما يتهرش هذا الشيء، والله أعلم. ماشي ماشي كونسيتويان، ها أنت شوف الكمامة وهذا الرود الزبل، شنو اللي غيمنعك أنك في عوض تلوحها هنا تحطها هنا؟ لوحة أخرى ها هي تقلعت، هذا كيجي الديفيس. كيشد تورنيو كيبدا يديفيس على خاطرو، من بعد كيدي اش كيدير بهذا اللوح الله اعلم. هادي ها هي ها الغش، هادي شي نهار شي واحد تما غادي يحط رجلو غادي يصدق في حفره يتهرس له لا كولون. ها عندنا واحد باراليزي، ها ولا عندنا مشكل، خصنا الولوجيات وخصنا جو سي با. عندنا مواطن غير منتج معطوب والفالطة دمن. المهم باش ما نخسر لكمش هذا المنظر هذا بلا كريتيك، هذا الموضوع سا ميريت ان ديتور. شريطه تاع ان دوك لي باركينغ يتعالجوا راه ما عندها حتى معنى. كتطلع للفوق كتوقف الطوموبيل كتاخذ جوج صور كتحط 5 دراهم، كتهبط اللي هنا كتدخل الباركينغ كتحط 5 دراهم. لا ولكن مكتوبه لهم في العقده ديال الشراء يعني الورقه صالحه اليوم كامل وفي جميع المناطق في القصبه وفي عين اسرب. انا قريتها بعيني قراها في الرخصه اللي واحد الورقه فوتوكوبي عطاها لنا داك السيد الفوقاني، لان ما قلناش عندك رخصه، جبد واحد الورقه بو امبورت واش فاليد ولا فوتوكوبي ما نعرف. ما الناس كاتبين فيها بان الرخصه جائزه في يوم كامل وفي القصر وفي عين اسردون، يعني في موقف سيدي كلور. سمعتوا الاخوان، الا عطاك الوريقه هذاك الفوق او هنا لتحت راه صالحه توت لا جورني في لي دو، لان هذيك القلعه مع هذه راه سي لو راه عين اسردون، يعني ملي كتجي هنا راه كتمشي ل بون غنسميوه ان سيركوي توريستيك. الا شدوا كلاب سوفاج كيدوروا في هذه الحديقه يفو فير اتونسيون. اللي مكلفين بهذا القطاع هذا بالصحة، عشان ما عرفتش اش من قطاع اللي مكلف بهم، ولكن يقدروا يعضوا شي واحد هنايا واش ملقحين واش ما ملقحينش. في مدينة طنجة كاينة واحد الجمعية بيتيتر اللي بغى من هنا يتصل بغى يدير نفس المبادرة، واحد الجمعية ملقحاهم وكدير لهم دي كونترول جو سي با واش مره في العام ولا مره في 6 شهور ولا واش كيتسمى لا صورتها هذيك اش كيتسمى داك الكلاب كيضربوا لهم واحد الابره باش ما يبقاوش يتوالدوا تعقيم. المهم الكلاب كيعقموهم من العقم ماشي التعقيم يعني النظافة و كيضربوا لهم واحد ليبرا باش ما يتوالدوش، وكيديروا لهم واحد العلامة في الودن ديالهم، وهذيك الجمعية هي اللي كت ولاو مربيين واحد التربية غريب، ولاو كيتعاملوا معاهم المواطنين. وديك الجمعية مرة في جو سي با مرة في 15 يوم ولا شي حاجة كيجيبوا واحد الفارغونيتا كي سبحان الله كيجيو دوك الكلاب كيشوفوا فارغونيتا كيجيو كيغسلوا يعني كيدوشوا لهم ياخذوا لهم الوزن و شي واحد غادي يقول له هذا الشيء يديروه غير مع ياك بلا ما نزيد نكمل. صحيح ما بحال دابا هاد الكلاب اللي كانوا هنا ما بغيتش نصور لان كانوا واحد الدراري صغير عاود نيفيتيو الدراري صغار. كنتصور ان
هادوك الكلاب لا لا الله يحفظ بانت لهم في شي دري صغير كيلعب وهو جا كيجري عنده الكلب تحابو غيهجم عليه فين غنوليو في كارثه. رجع للنقطه الاولى وهي انني وليت لاباس عليا صافي باش ما تقولوش هذا منين كيجيب الفلوس. يلا تحية خاصة لجميع الأصدقاء اللي كيشاركوني هاد القناة هذه في يعني بمشاهدتهم بتعليقاتهم والوبجيكتيف كما قلت ديال القناة راه واضح هو لا بروموسيون لهذا الوطن هذا لأنه في حاجة لأننا نعرفوا به بالجمالية ديالو. يلا تشاو.